حيث ينطلق خامس الأشواط والخاص بالأبكار المحليات الأصايل. هنا انطلاقة هذا الشوط من خلال التحدي والتنافس بين الشعارات أبناء القبائل والجولة الثانية التي تحمل التحديات والانطلاقات، انتصار تلو الانتصار ومنافسة تلو الأخرى. هذه الأبكار التي سارت من خلال هذه اللحظات بمشاركة في منافسات المرموم مع المسافة 6 كيلومترات. نسير ونبحر بحضراتكم إلى طليعة هذا الشوط والمقدمة وما يدور من تنافس وتحدي بين هذه الشعارات. المركز الأول تتقدم من خلال هذه اللحظات الشاهينية سعيد بن راشد بن سعيد اليابري يتصدر مشاهد السباق، بينما في المركز الثاني وصلت الآن وتقدمت هجر، تعود ملكيتها لسلطان بن محمد بن سلطان بن مرخان يحتل المركز الثاني. ننتقل إلى المركز الثالث هذه اللي وصلت الآن أسيل سالم بن أحمد بن محمد الشحي يتقدم يحتل المركز الثالث، بينما في المركز الرابع وصول أمتار عبد الله بن علي بن حمد بوهليبة يحتل هذا الموقع ويسير إلى رابع المراكز. المركز الخامس وصلت سمحة، تعود ملكيتها لراشد بن نايل بن راشد النايلي يحتل هذا الموقع ويسير إلى المركز الرابع أو الخامس، بينما في المركز السادس وصلت الآن الوارية لراشد بن مهير بن سعيد الاكتبي يحتل المركز السادس. المركز السابع من الجانب الآخر تقدمت في هذه اللحظات. المركز الثامن وصلت وسام سعود بن خلفان بن سعود الاكتبي يحتل المركز الثامن، والمركز التاسع من الجانب الآخر الحذرة محمد بن راشد بن مفتاح الشامسي، والمركز العاشر وصول وقدوم من الواعية مسري بن سالم بالعرطي الحميري يحتل المركز العاشر. هكذا كانت النتيجة، هكذا كان التحدي من خلال هذه اللحظات. أسماء منطلقة، أسماء تسير وتذهب وتذهب وتبحث عن انتصار ومنافسة قوية بين هذه الأسماء. إلى المراكز الأولية، عودة إلى هجر حيث سيطرت على ناموس هذا الشوط. هذه هجر تهاجر لأجلك أنا هاجرت لعشاش طرت بجناحين بلاريش. هجر تتقدم، سلطان بن محمد بن سلطان بن مرخان يسير ويقدم هجر إلى المركز الأول. اليابري ياتي على المركز الثاني ليقدم الشاهينية. سعيد بن راشد بن سعيد اليابري قادم كذلك وحاضر في هذه المنافسات وغير إلى المركز الأول، غير إلى ناموس هذا الشوط. بينما في المركز الثالث وصول وتحدي من خلال تواجد الوارية لراشد بن مهير بن سعيد الاكتبي يحتل المركز الثالث في هذه اللحظات. في المركز الرابع ياتي شعار بن مفتاح مع الحذرة، محمد بن راشد بن مفتاح الشامسي يتقدم مع الحذرة ليتواجد على المركز الرابع، وياتي الشحي في المركز الخامس مقدما اسيل سالم بن احمد بن محمد الشحي يتصدر هنا المركز الخامس ويشارك هذه المشاركات الواعية. في المركز السادس لمسري بن سالم بالعرطي الحميري، بينما سمحة تحتل المركز السابع. سمحة تعود ملكيتها مشاهدينا الكرام لنايل بن راشد بن نايل الشامسي في هذا الموقع في المركز السابع والمركز الثامن. المركز الثامن وصل سعود بن خلفان بن سعود الخصوني الاكتبي يحتل المركز الثامن ويقدم لنا وسام في هذا الموقع، بينما المركز التاسع وصول مشاهدينا الكرام من خلال تواجد مزايا لعلي بن الصغير العويسي، والمركز العاشر هذه اللي وصلت الوثبة قادمة مبارك بن محمد بن نصرة العامري يقدم الوثبة على المركز العاشر. هذه الأسماء الحاضرة حتى هذه اللحظات مشاهدينا الكرام ضمن هذه المجموعة، مجموعة التحدي ومجموعة اللقاءات. ما شاء الله تبارك الله، أسماء كبيرة وأسماء مميزة
في انطلاقة الأبكار المحليات الأصايل الواعية إذا على مقدمة الشوط، غيرت كل الأرقام والمراكز وانطلقت مباشرة إلى صدارة الشوط. مسري بسالم بالعرطي الحميري ما شاء الله أبو حمد يتقدم إلى المركز الأول، بينما في المركز الثاني، المركز الثاني لراشد بن مهير بن سعيد الاكتبي يحتل المركز الثاني ويقدم لنا الوارية من تتواجد على المركز الثاني حيث غيرت إلى تصحيح المسار. الله وصل العويسي، علي بن صغير العويسي غير الآن إلى المركز الثاني وقدم مزايا في المركز الثاني في هذه اللحظات. علي بن صغير بن حمد العويسي بينما أسيل تحتل المركز الثالث ويأتي أحمد بن عبد الله هنا مع مشاهدينا الكرام. هذه أسيل تعود ملكيتها لسالم بن أحمد الشحي يتقدم في المركز الثالث، بينما سمحة تتواجد على المركز الرابع لنايل بن راشد بن نايل بن راشد النايلي في المركز الرابع والمركز الخامس. وسام قادمة سعود بن خلفان بن سعود الخاصوني يحتل المركز الخامس. الواعية في المركز السادس أسماء حاضرة ومسري بسالم العرطي الحميري، بينما بن مفتاح يقدم الحذرة محمد بن راشد بن مفتاح الشامسي في المركز السابع، وبن مرخان يصل في المركز الثامن ليقدم لنا فتنة. محمد بن سلطان بن مرخان في ثامن المراكز تاسع المراكز، وصل شعار بن نصرة من خلال هذه اللحظات ويقدم لنا وجود الوثبة مبارك بن محمد بن نصرة العامري، بينما الضبيه قادمة عبيد بن حلوس العامري قادم إلى المركز العاشر. هذه النتيجة للمراكز المتقدمة مشاهدينا الكرام في المراكز الأولى، هذه الأسماء ولكن تبادل سريع على مقدمة هذا الشوط، تبادل سريع في زمن قياسي مشاهدينا الكرام. بينما نعود إلى المركز الأول، في كل إذاعة في كل لحظة يأتي منافس جديد وفائز جديد بالمركز الأول. علي بن صغير العويسي الآن يتقدم إلى المركز الأول حيث يقدم لنا مزايا، مزاياها عديدة في الانتصار والناموس والفوز ما شاء الله، واستحق أن تكون على المركز الأول. هذه أمامكم على الشاشة مزايا، مزايا بينما وسام في المركز الثاني، وسام سعود بن خلفان بن سعود الخاصوني، أعصابك يا الخاصوني، أعصابك يا الخاصوني، حيث قدم يعني الآن المركز الأول مع وساب، مع وساب 1200 على خط النهاية، ووسام مسيطرة، وسام متقدمة حتى لحظات هذا الشوط بالمركز الأول بصدارة هذا الشوط. هدي اللعب يا راعي مليحة. المركز الثاني ومزايا، علي بن صغير العويسي يحتل المركز الثاني، المركز الثالث سمحة، نايل بن راشد بن نايل بن راشد النايلي، والمركز الرابع وصلت الآن الواعية مسري بسالم العرض الحميري. الكيلو الأخير، الكيلو الأخير، ومن الجانب الآخر راشد بن مهير بن سعيد الاكتبي يقدم كذلك لنا الأسماء القادمة مع الواري، مع الواري، ولكن الخاصوني مسيطر مع وسام سعود بن خلفان بن سعود الاكتبي. يا سلام في مقدمة الشوط، في المقدمة المركز الأول، مزايا من الجانب الآخر، علي بن صغير العويسي، ولكن الله يا ابن مهير، يا ابن مهير راشد بن مهير الاكتبي، اهالي الهير، اهالي الهير في الانتظار. هذه الواري، الواري، الواري مشاهدينا الاعزاء تتوارى عن الانظار، تتوارى عن الانظار، ولكن عادت سمحه، سمحه، سمحه مشاهدينا الكرام. نايل بن راشد بن نايل بن نايل الشامسي يقدم كذلك سمحه، سمحه، سمحه قادمه، سمحه تسمحت امورها يا سمحه، الواعيه من الجانب الاخر مسري بسالم العرطي الحميري. يا سلام، سلام لهالي عشارج في مدينة العين يا بن نايلي. هذه سمحة أمامكم في المركز الأول، سمحة مسيطرة، سمحة مسيطرة، نايل بن راشد بن نايل بن راشد النايلي يسيطر على ناموس الشوط، يهدي هالي عشارج الفوز والناموس والانتصار مع المحليات الأصايل. هذه أمامكم سمحة في ناموس هذا الشوط، تانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار. يا سلام، بقبوس ينتهي إلى الانتصار مع وجود المركز الأول. سمحة، 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 سلام إلى عشارج، سلام. هذه لحظات وصول سمحة تحمل الرقم واحد، نايل بن راشد بن نايل بن راشد النايلي، الفوز والانتصار، وسلام إلى العين، سلام. المركز الثاني الواعية المسري بسالم بالعرطي الحميري، المركز الثالث وسام مشاهدين الأعزاء سعود بن خلفان بن سعود الخصوري الاكتبي، والمركز الرابع هذه مزايا علي بن صغير العويسي، المركز الخامس
المركز الخامس الضبية تعود ملكية العبيد بن حلوس بن ذيبان العامري. تهانينا له على الفوز والانتصار. أعود إلى التوقيت الزمني لحظات الوصول 9 دقائق و31 ثانية وجزء واحد من الثاني. تهانينا والناموس لنايل بن راشد بن نايل بن راشد بن سيف الشامسي وسلامي لأهالي عشارج ومشكور يا سيف يا بن نايلي. المركز الثاني 9 دقائق 32 ثانية 8 أجزاء من الثانية. تهانينا لمسري بسالب العرطي الحميري على فوز الواعي بالمركز الثاني. والمركز الثالث هذا الخاصوني سعود بن خلفان بسعود الخاصوني 9 دقائق 33 ثانية و3 أجزاء من الثانية. تهانينا على فوز كذلك وسام بالمركز الثالث.